الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دعاء اليوم سأجعله دعاء قرآنيا، وهو آية من آيات القرآن الكريم سماها النبي صلى الله عليه وسلم سيد آي القرآن الكريم، وهي الآية التي نتلوها في دبر كل صلاة، والتي يستحب للمؤمن أن يتلوها ويقرأها قبيل نومه، وتستحب في كل وقت وحين، وهي من أفضل آيات حفظ النفس من كل مكروه وسوء، وهي آية الكرسي. يقول في نصها كما أنتم تحفظونها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية الرائعة الجميلة التي تحفظونها، وهي من آيات سورة البقرة، فمن أفضل أدعية الحفظ، وفيها يعني التمجيد الكامل لله والدعاء الضمني، يعني ليس فيها الدعاء الصريح بقدر ما فيها التمجيد الذي فيه الدعاء الضمني. فمثلا عندما تقول الله، اللي هو اسم علم، علم الله، اسم علم الذات، الله الاسم العلم الأساسي، الله لا إله إلا هو، يبقى هذا ثناء على الله بأنه لا شريك له، ولا ند له، ولا سمي له، ولا شبيه له، وأنه متفرد لا يشاركه في ملكه أحد، ولا يشاركه في الخلق أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحياة بالنسبة لله سبحانه وتعالى حياة ليست مستمدة من غيره، بل حياة قائمة بذات الله، لا أول لها ولا نهاية. حياتنا نحن جاءت بعد موت، وسيعقبها موت، ثم يعقبها بعث ونشور، عليها تقلبات وتغيرات، ومع ذلك هذه الحياة نفسها التي نحياها يعتريها الأمراض ويعتريها، لما حياته هو حياة مطلقة، حياة قديمة بقدم الذات، لا بداية لها ولا نهاية ولا منغص لها، فهو حي. يعني الإنسان لما يجي يعتمد على إنسان حي قد يموت ويترك في أي لحظة. الأبناء الصغار في لحظة يمكن أن يصبحوا يتامى، وكان أبوهم ملاذهم وهو الذي ينفق عليهم وهو حمايتهم، لكن غير مضمون، فجأة توفي وأصبحوا يتامى، وأصبحوا لا حامي لهم غير الله سبحانه وتعالى. فلذلك هو الحي، وليس حيا فقط، ولكن جاء بصفتين هنا: صفة القيومية، لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم أي القائم على الشيء، يدبر أمره ويصلحه ويعدله ويحدث فيه ما يشاء، فهو القائم، مثل القائم على البيت، قيم المدرسة، كما مشهور عندنا ابن قيم الجوزية، يعني ابن ناظر المدرسة، ابن ناظر المدرسة الجوزية، معنى قيم يعني، فالقيم على شيء يعني اللي احنا بنقول عليه الجارديان، ولا هو ولي الأمر. فالقيم أي أن، ولذلك هذا معناه أن ليس الكون مبرمج كالكمبيوتر، متبرمج هكذا خلاص يمشي كده أوتوماتيك، لا لا لا، هناك الله كل يوم هو في شأن. قال: وما شأن ربكم؟ قال: يرفع أقواما وأمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعني يصرف في كونه كل يوم ما شاء ويقضي فيه ما شاء. فهذا يجعل المؤمن في حالة اطمئنان وحالة راحة. لماذا؟ لأنه يعلم أن الحي قائم عليه، الذي قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كل نفس يعلم عنها كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، بل يعلم هواجز نفس الإنسان، ويصلح شأنه ويدبر أمره ويصرف كل شيء له. هذا معنى القيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبعدين قيومية كاملة ليس فيها نقص، لأن الإنسان ممكن يكون قائم تأخذه سنة، يعني غفوة، يجي له غفوة كده ينام ينعس يتعب، يعني هو لا يتعب حتى ينام، ما فيش نوم، لا تأخذه سنة
ولا نوم، والسنة هي الغفوة، والنوم هو النوم العميق، فلا هو غفوة ولا نوم عميق، قائم دائم يرى كل شيء لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فهو الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، معنى يعني له ملك السماوات والأرض، وهو الملك المتصرف، ولا يستطيع أن ينازعه في ملكه ولا في تصرفه أحد، يفعل ما يشاء، يرفع يخفض يبسط يقبض يحيي يميت يأمر ينهى ينفذ يفعل ما يشاء، فهو له ملك السماوات والأرض. هنا يعني سؤال تقريري، يعني القصد منه الاستهجان، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من اللي يقدر يعني يكون بينكم؟ لا شفاعة لأحد إلا بعد إذن الله، إلا لمن يأذن لمن يشاء ويرضى، ربنا هو الذي يعطي الإذن بمن يشفع وفيما يشفع، أما غير ذلك فلا واجب على الله لأحد، هو صاحب الهبة والعطاء لمن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بما سمح، هو الذي يسمح، وما أتيتم من العلم إلا قليلا، إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني ملكه وسع السماوات والأرض، استحوذ على السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السماوات والأرض في الكرسي أو في العرش، في العرش كحلقة في فلاة، ولسه العرش كحلقة في فلاة بالنسبة للكرسي، فوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهم، لا يتعبه، لا يجد مشقة، لا يوجد جهد يبذل في ذلك، إنما أمره كلام ومنعه كلام وحفظه كلام وعطاؤه كلام، إنما إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون، فكيف يتعبه وكيف يجهده خلق السماوات والأرض أو حفظ السماوات والأرض بعد ذلك؟ لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أعوذ بالله على قوم قالوا فاستراح ربنا في اليوم السابع، أعوذ بالله، الله لم يتعب أصلا، ما مسنا من لغوب حتى يستريح، وبالتالي لا يؤوده حفظه. معنى كده إيه؟ إيه الدعاء الضمنهن؟ ده كله تمجيد لله، الآية كلها تمجيد فقط لله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا يوجد شيء غير التمجيد، فأين الدعاء؟ الدعاء مضمون فيها، بمعنى أنه الحي، أنه القيوم، له الملك، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، واسع كرسيه السماوات، كل شيء داخل إرادته ومشيئته، لا يخرج عن سلطانه شيء، لا يخرج عن سلطانه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو حافظ لكل هذا، معناه يحفظك، وحفظ تام، حفظ كامل، حفظ الحي الذي لا يموت، حفظ القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، حفظ من له ملك السماوات والأرض، حفظ من ليس لأحد عليه واجب أن يشفع في شيء إلا بإذنه، حفظ من وسع كرسيه السماوات والأرض، حفظ من حفظ السماوات والأرض دون أن يكون في ذلك تعب أو جهد. فمضمون الآية هي دعاء منك بأسمائه وصفاته العليا المجيدة أن يحفظك، فهو مضمون فيه، زي ما تقول يا رحيم يا رحيم، معنى أنك تسأل الرحمة، يا غفور تسأل المغفرة، فأنت هذه الصفات الكمير الجميلة جدا والمجيدة، والتي تبين القدرة والاستطاعة والحفظ الكامل والقيومية الكاملة لله، هي دعاء ضمني بأن يحفظك بهذه الصفات. ومن يحفظك؟ بمثل من يملك هذه الصفات، صفات الحياة الدائمة وعدم النوم والقيومية وحفظ السماوات والأرض، من يحفظك أكثر منه؟ أظن الذي لا يلجأ، الذي يلجأ لغيره قد ضل وخاب وخسر، أما الذي يلجأ إليه فقد آوى إلى ركن شديد. ولذلك عندما قال نبي الله لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال رسول الله
غفر الله لكان يأوي إلى ركن الله. ولذلك قال: ما بعث الله من بعده من نبي إلا وهو في منعة من قومه حتى لا تأتي له هذا الهاشس ويقول: لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد. أنت تأوي إلى ركن شديد، أنت تأوي إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يحفظ هذه الآية يحفظها، الذي لا يكررها كررها، كررها قبل نومك، كررها في حياتك وانت ماشي، كررها بعد الصلوات الخمس، لا تترك هذه الآية فهي سيد آي القرآن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.